بيكم في حلقة جديدة من سنة أولى طبخ، منورنا ومشرفنا. والنهاردة حلقتنا حلقة احتفالية جدا. كل سنة وكل أطباق مصر بخير. النهاردة عاملين لهم فخدة بقى، يعني ما يصحش فخدة يا جماعة، عيد بقى وكده، فلازم ندخل بالتقيل على طول. عاملين فخدة بتتبيلة جميلة جدا بالزعتر والليمون، وعاملين جنبها طبق جانبي فريك بالكبد، وعاملين طاج الخضار بالبشاميل كطبق جانبي برضو. هتبقى السفرة النهاردة كاملة متكاملة، تنفع تتعمل عزومة على طول. كل سنة وأنتم طيبين يا رب، وكل سنة وكل مصر طيبة، وينعاد على كل الايام بالسعاده والخير والصحه وراحه البال، وتتحقق احلامكم وامانيكم، وتبقوا دايما كده في زحام من النعم ان شاء الله. يلا بينا نبدا. ايه الفخده الضاني؟ دايما الناس بتتخض من كلمه فخده او كتف، الحتت الكبيره دي، مع ان الحتت الكبيره دي اسهل حاجه في العمايل يا جماعه. تتبيله وبتتبل وشكرا، الشغل على الفرن، ما عندناش جهد، ما عندناش تكنيك عالي قوي في الموضوع، فالدنيا بتبقى لطيفه جدا. تعالوا نشوف مقاديرها ايه وهنعملها ازاي. فخده ضاني، اي وزن ينفع للتتبيله والكميه اللي احنا عايزينها دي، بس ما تكبروش قوي في الفخده. الوزن المتوسط او الصغير بتبقى طبعا لحمتها احلى وبتدوب في البق. عايزين راس توم مقسمينها فصوص صحيحه، ونص كوبايه زعتر طازه مفروم، نص كوبايه عصير ليمون، ومعلقتين كبار مستارده، وهي اختياريه، ممكن نشيل المستارده لو هي مكون غريب على ذوقنا، معلقتين كبار عسل ابيض، ونص كوبايه زبادي وزيت نباتي، ومعلقه كبيره بهارات لحمه، ومعلقه كبيره توم باودر، ومعلقه كبيره بصل باودر، ونص معلقه كبيره بابريكا، وربع معلقه صغيره جوز الطيب، ملح وفلفل اسود. وهنبدا في الفخده اللي زي ما بقول لكم كده مش هيكون في اسهل منها باذن الله. يلا نعمل التتبيله. اول حاجه هجيب بولة، هجيب سباتشولا، هجيب مضرب سلك. بولة وسباتشولا ومضرب سلك. هاخد كل المكونات بتاعت التتبيلة هنا. عصير الليمون، الزعتر، المستردة. وبنفكركم بارقامنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا عن خلالها على البرنامج 1710 من اي موبايل، و0900 9710 من اي تليفون ارضي. بتنورونا بتليفوناتكم يا جماعه. حطينا كمان الزبادي، ونكمل العسل واحنا بنكلم مدام ماجده. يا مدام ماجده منورانا. ساره حبيبه قلبي من جوه، ازيك يا مدام ماجده؟ عامله ايه؟ انا مامة حنان يا ساره. يا بقى يا طنط ماجده، عامله ايه يا حبيبتي؟ حبيبة قلبي، وحشتيني جدا جدا وانت جدا، والشطارة والحلاوة والحاجات الحلوة قوي اللي عمالة تعمليها دي. ربنا يخليكي يا طنط، ربنا يخليكي يا حبيبة قلبي. ربنا يكرمك يا حبيبتي، وسنة جديدة وسعيدة عليكي يا رب، يا رب، متألقة وجميلة ومنورة الدنيا كلها يا رب يا حبيبتي، وكلنا متجمعين كده على الخير دايما وموجودين في حياة بعض. يا رب. وحلقاتك كلها اللي فاتت تحفه وكلها جميله وحاجات بصراحه ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك لك ويزيدك من نعمه يا رب يا ترى، تستاهلي كل الخير كله بتاع الدنيا كله. اللهم امين يا حبيبتي، اللهم امين. انا وزهيره وحنان وهاجر وكلنا ومريم، كلنا يا حبيبتي دعينا دايما. ماما الجميله، ماما الجميله القمر دي، ويوسف، وكلكم يعني باذن الله سنه سعيده عليكم كلكم يا حبيبتي، واشوفك ان شاء الله وانت دايما متالقه يعني. تسلمي لي يا ترى يا جميله. تسلمي لي يا طنط حبيبتي، تسلمي. ربنا يخليكي، انا حبيت بس اعيد عليكي، وكل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه حبيبتي، كل سنه وانت طيبه ونورتيني يا طنط، ربنا يخليكي حبيبتي. حطينا تاني عصير الليمون، الزيت سوري الزبادي، والعسل، والمستارده، والزعتر، التوابل، التوم الباودر، والبصل الباودر. وعندكم مطلق الحريه في تغيير التوابل، يعني ممكن تشيلوا كل اللي انا حطاه ده وتحطوا سبع بهارات، ممكن تشيلوا كل اللي انا حطاه ده وتحطوا بهارات لحمه، اذواق بقى التوابل دي ما فيش فيها مشكله. وحطينا البابريكا، وحطينا السبع بهارات، جوزة الطيب طبعا، لا ننسى الملح والفلفل الاسود، كل كيلو من اللحمه بياخد معلقه صغيره من الملح. فدي فخده كده حوالي ايه 3 كيلو، فانا حطيت لها حوالي 3 معالق صغيره ملح، فلفل اسود، شويه زيت حلوين، مش لازم كتير، احنا بنعمل فخده ضاني دسم اصلا، بس محتاجين برضو زيت يطري التتبيله ويخليها تتوزع ويخلي في حاجه تخلي كده الدنيا جميله. نقلب.
تقليبة حلوة. يلا التتبيلة جهزت. احلى حاجة بقى في الحاجات اللي زي الفخدة والكتف والحتت دي، انكم تقدروا تعملوها من قبل العزومة بيومين، متخيلين؟ تقدروا تعملوها بيومين، تقدروا تعملوها ان شاء الله باسبوع، وتشيلوها في الفريزر وتطلعوها قبل العزومة بيومين، تفك وتقعد في التتبيلة وتستوي. فهي من الاصناف العملية جدا جدا جدا، الشغل فيها على الفرن. عيبها الوحيد في العزومة ان هي بتشغل الفرن كله مدة، بس غير كده يعني عسل. جميلة التتبيلة جهزت، هنخليها كده على جنب ونيجي نتعامل مع القمر دي. فخدة ضاني محترمة ومظبوطة وجميلة وتجنن. وبالنسبة للناس اللي دايما تسألني على الفخدات الضاني المستوردة اللي بيلاقوها المغلفة دي وبيقولوا لي وحشة ولا حلوة، احنا بنخاف نجيبها، ما تخافوش. عايزة اقول لكم انا بجيبش غيرها اصلا، جميلة جدا. بتبقى لحمها نظيف، والضاني المستورد مدام من شركة محترمة ومتغلف بطريقة واضح ان الشركة دي يعني مش اي كلام. لا هاتوه وانتم مطمنين، ما تقلقوش خالص، فيش اي غضاضة يعني في استخدامه. عايزة انكه جوه لحم الفخدة، فهعمل ايه؟ انا هخلي الزعتر ده احطه على الوش في الاخر. هاجي بسكينه كده صغيره حاميه اعمل فتحات، وجوه الفتحه هدخل فص ثوم، او لو فص الثوم كبير قوي ومش راضي يدخل بقسمه نصين بالطول. هاجي هنا واعمل نفس الحاجه. طبعا الثوم اللي جوه بقى الفخده ده وهي بتستوي ما اقولكوش بقى بيعمل ايه، انتوا اكيد متخيلين معايا حاجه كده فظيعه. تتبيله من بره مع فصوص الثوم اللي جوه، المواضيع بتبقى نكهه عظيمه. نغرز فصوص الثوم بتوزيع مناسب يخلي كل حته فيها ثوم، ما نبالغش طبعا، هي راس ثوم بتكون كفايه لان طبعا الفخده كبيره. لو فخدتكم كبيرة باستثناء يعني ممكن تزودوا، لو حد بيحب التوم قوي فعايز يزود مفيش مشكلة، احنا اتفقنا الحاجات دي ذوقية وما بنعترضش عليها. كل حتة كده من لحم الفخدة نديها فص التوم بتاعها. طبعا الدهن اللي على وش الفخدة ده اوعوا تشيلوه، في ناس بتقعد تشيله بتزعلوني قوي، ده اللي بيديها طعم، بيسيح بيطريها بيخليها ملبن وبيخلي الطعم رهيب وما بيضايقناش في الاكل خالص لان احنا مش بنلاقيه اصلا. حاسه ان انا شريره قوي وانا عماله يعني اغرس فيها بالسكينه كده، بس بقى ايه شر لابد منه. فين تاني؟ يلا ممكن هنا بالذات حتت اللحم المكلبظه قوي اتوصوا بيها بقى، ادوها توم عشان دي من جوه مش هيبقى واصلها طعم قوي، فالتوم هو هنا المنقذ. معانا شذا على التليفون. يا شذا اهلا وسهلا. الحمد لله كويسه. ازيك يا شذا؟ كويسه الحمد لله. يا رب دايما يا حبيبه قلبي، اهلا بيكي. تسلم عليكي. تسلمي لي يا حبيبه قلبي، شكرا، سالت عليكي، العافيه يا رب. وانا بحبك قوي. اشكرك يا حبيبه قلبي، وانا كمان، ونورتيني حبيبتي بتليفونك. عايزه حاجه؟ تسلمي يا حبيبتي، عايزه سلامتك، شكرا جزيلا. بس غرزنا فصوص الثوم، الموضوع ما خدش مننا 3 دقايق يعني. مجهزين صاج الفرن بمفرش سيليكون بقى بشرايح بصل من غير حاجه خالص، انتوا ذوقكم، بس انا بفضل دايما نحط حاجه تحسبا لان هي تلزق، بالذات ان مفرش ان صاجه الفرن بتلزق يعني، مش الطف حاجه يا حركات كده الا، فناخد بالنا. هاخد الفخدة دي على الصينية على طول. وهبدأ أتبل. هاجي هنا كده. وهحط قدر من التتبيلة. وهبدأ أوزع على كل الفخدة. هقلبها دلوقتي بس اطمن ان الناحيه دي اتدهنت كويس. نعمل نفس الحركه على الناحيه التانيه.
والموضوع الحقيقة يعني مش دقيق قوي، هي التتبيلة كده كده هتتوزع وهتروح في كل حتة، بس احنا طبعا بنحاول ايه نساعد بقدر الامكان. نرجع على الناحية التانية تاني، التتبيلة بقى اللي نزلت تحت دي هتفضل تتشرب منها الفخدة طول ما هي بتستوي، ونجمع بقى حبة كده تاني نخليهم موجودين فوق. اعتقد يعني مفيش ابسط من كده، بس هتسيبوها في التتبيله دي ليله ليلتين مفيش مشكله. عايزه اقول لكم ان انتوا لو ما سبتوهاش خالص وسويتوها على طول برضو بتطلع جميله، لان احيانا بنتزرق في الوقت انا عارفه، فممكن يحصل كده، فمحدش يعني يفتكر ان اكلته باظت يعني خلاص، لا مفيش مشكله خالص. ادي التتبيله على الفخده وكل اموري تمام. هنسويها على درجه حراره 220، ومحتاجين الفرن اصلا يكون سخن، عشان انا مش عايزه اي نسيج من الفخده دي ينزل السوائل بتاعته، هخسر ساعتها طعم كتير وهخسر طراوه كتيره جدا هلاقيها في الفخده. ايه يا حمدي؟ هو ايه؟ الخلطه؟ لا ما يصحش، الناس تاكل وشنا. فين؟ استنوا طيب، في انا لقيت حته كمان هنا، بيقولوا لي ان في حته التتبيله ما جاتش عليها، فيعني ما يصحش. وهنا انا برضو لقيت حته اهي، فبتبلها. شايفاه تمام كده؟ فين يا ولاد؟ اوكي ماشي خلاص، هي دي. وانتوا مهتمين قوي، بسم الله ما شاء الله، مركزين قوي يعني. بالظبط، الحاجات دي لا بنركز فيها. مش قادره اقول لكم يا جماعه، على الكنترول كله مركز في النقطه اللي ما جاش فيها تتبيله، يعني اهتمام يعني مبهر. بس كده، قبل ما ادخل الصاج الفرن عايزه امسح اطرافه عشان ما تلسوعش كل الاطراف دي وتطلع عيني في التنظيف بعد كده. نمسح كده، بس شكرا. والفخده جاهزه، الفرن سخن درجه حراره 220، وهتدخل الفخده. انا ما بغطيهاش، في ناس اساسي عندهم لازم يغطوها، ما عنديش اعتراض. محتاجين نزحزحها شويه كده لقدام عشان تدخل، العظمه دي معاكسه، فنيجي كده بس اهو. يلا تمام، دخلت بكل بساطه، دخلت فخدتنا الحلوه. والفرن زي ما اتفقنا سخن على درجه حراره 220، والحرارة شغالة من فوق وتحت. في ناس بتقلق وبتغطيها براحتهم، ما عنديش اعتراض، انا مش من الناس اللي بتغطي الفخدة، انا بحب الكرملة اللي بتحصل على الوش بالذات، ان مهما الوش اتكرمل في حاجة بالسمك ده بيفضل تحت برضو طري وجوسي وجميل، فبناخد الفوايد من الحاجتين، فعشان كده انا بسيبه براحته. هنقفل عليها ونسيبها بقى تعيش حياتها. هطلع فاصل صغير اروق الدنيا ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل، وهنبدا دلوقتي على طول في الطبق الجانبي اللي هيكون جميل جدا مع الفخده دي، وهو فريك بالكبد البقري. تعالوا بسرعه نشوف مقاديره ايه عشان نبدا نشتغل فيه. مقاديرنا هتكون كوبايتين فريك و500 جرام او نص كيلو كبده بقري عصافيري متقطعه صغير خالص، ممكن كبد فراخ على فكره براحتكم. بصله مفرومه وجزره مبشوره ونص كوبايه بقدونس مفروم، معلقه كبيره ثوم مفروم، ومعلقتين واثنين حبتين يعني او وحدتين فلفل رومي مفروم، كوبايه طماطم متقشره ومفرومه، وكوبايه صلصه طماطم جاهزه او انتوا عاملينها براحتكم، ممكن طماطم مبشوره برده ما فيش مشكله او معصوره، كوبايتين مرقه لحمه وسمنه
معلقة صغيرة من السكر، ورقتين لورا، ومعلقة كبيرة من السبع بهارات، ملح وفلفل اسود. ويلا بينا نشتغل على طول. عندي هنا حلة على النار بتسخن، اول حاجة هعملها ان انا هشوح الكبدة. نجيب بس سباتشولا ونحط شوية سمنة، ممكن نقربها هنا جنبينا. سمنة بقى على قد الفريك والكبد وكل حاجة. والفريك يا جماعة من الحاجات اللي بتحب سمنة كتير علشان ما يبقاش ملبد كده في بعضه. فأنا حطيت السمنة ومستنياها تسيح، وهشوح فيها الكبدة على طول مع البهارات والتوابل. وممكن أبدأ العكس، ممكن أبدأ بالبصل وحط عليه الكبدة برضو، ما فيش مشكلة، هتبقى جميلة. خلونا نبدأ كده. هحط البصل، ومع البصل هحط الجزر، هحط السبع بهارات لأن تشويحتهم دي هتفرق جدا، وهحط ورق اللورة، وهستنى الكلام الجميل ده ياخد تشويحة في السمنة. هقلب تشويحة يدوب يدبلوا، نبقى كده ايه، عملنا طعم للكبدة من قبل حتى ما ننزلها في الحلة. طيب لحد ما الكلام ده يتشوح، تعالوا مع بعض، عندنا حاجتين هنعملهم. عايزين نعمل البشاميل بتاع طاجن الخضار اللي بالبشاميل، ونشوف هنحضر الخضار ازاي. بس قبل ما نعمل ده تعالوا نقول مقاديرهم. مقادير طاجن الخضار بالبشاميل هتكون كالتالي: كوستين متقطعين شرايح، وجزرتين متقطعين شرايح، 250 جرام مشروم، ممكن تسيبوه انصاف وممكن تقطعوه شرايح براحتكم، 500 جرام بسلة، يعني حوالي كيس مجمد كده، ربع كوباية توم شرايح. أنا مش شايفة التوم يا شباب، ماشي حبيبتي. وزبدة وجوز الطيب وملح وفلفل اسود، دي جزئية الخضار. بالنسبة لجزئية البشاميل هتكون عبارة عن لتر من الحليب، وكوباية من المرقة، 4 معالق كبيرة من الدقيق، و4 معالق كبيرة من الزبدة، رشة جوز الطيب، وملح وفلفل اسود. والبصل بتاع الكبد بيتحمر كده. تعالوا نبدأ في الوصفة التانية. أنا بحمر البصل دلوقتي مع السبع بهارات ومع الجزر، عايزاهم يدبلوا ويشفوا بس قبل ما أحط لهم الكبد. في هذه الأثناء أنا ممكن أحط الزبدة للخضار علشان أبدأ أعمله. أنا عايزة أدي الخضار تشويحة سريعة جدا جدا في الزبدة، أضمن بس أنه أخد كده إيه طعم، وأخد تتبيلة عشان أحط له الملح والفلفل بتاعه. حاجة بسيطة خالص. وحبدأ بالمشروم عشان عايزاه يكرمل شوية، أو مش يكرمل بس ياخد لفة كده في الزبدة. ادي المشروم، وادي الجزر. انا برضو مش لاقيه جوز الطيب. طيب في هنا جوز الطيب زياده، فتقريبا هي دي. المشروم هديله رشه من جوز الطيب، هو والجزر، ورشه من الفلفل الاسود، ورشة كمان من الملح، بس كده. ونديهم التقليبة الحلوة. مجرد بس تشويحة سريعة جدا. وهنا البصل اتشوح ودبل مع الجزر، بصل الفريك. فأقدر دلوقتي احط له الكبد وانا مطمنه. يلا هندي الكبد تشويحه، وبعد كده نضمن بس انها مسكت نقوم حاطين لها الثوم والفلفل. نشوح الكبد مع الكلام الجميل ده في ثواني. طبعا بما انها عصافيري هتكون بدات تستوي وخدت اللون اللي احنا عايزينه وخدت طعم كل المكونات الجميله دي. هسيبها على النار ثواني واروح ابص على مكوناتي الثانيه. الجزر وال مشروم اخذ التشويحة اللي انا عايزاها، اقدر احط لهم البسلة. واخر حاجة خالص بحط لهم الكوسة، نظرا لانها اقل الحاجات في وقت السوى. طبعا تنوعوا في الخضار براحتكم، مفيش مشكلة، تبدلوا
في الاصناف براحتكم برضو، ما فيش مشكله، تغيروا الاصناف والكميات عادي جدا، ما عندناش اي اعتراض. تقليبه للكلام الجميل ده كله مع بعضه. رشه كمان من الملح نظرا لان احنا ضفنا خضار. وعلى قد التشويحه دي الخضار ده جاهز. على فكره احنا كده كاننا عملنا سوتيه، عشان الناس بتقولي اعمل السوتيه ازاي، اهو احنا كده كاننا عملنا سوتيه بالظبط، بس كل الفرق ان احنا هنحوله لطاجن بالبشاميل. الخضار كده تمام جدا، وممكن نبدا في خطوه البشاميل. نبص بص على الكبده وصلت لايه. تمام قوي، الكبده بتتحمر، اقدر احط لها دلوقتي الثوم، واقدر كمان اضيف لها الفلفل الرومي اللي ما بدأناش بيه عشان ما ينزلش ميته ويوقف عملية التشويح. نقلب الكبدة مع كل الكلام ده، فطبعا يعني احنا اصلا دلوقتي بقى عندنا كبدة رهيبة، فتخيلوا بقى لما نسوي فيها فريك. هي دي كده في حد ذاتها وصفة على فكرة من وصفات الكبدة، للي عايز كبدة سريعة تتعمل سندوتشات او تعمل مع مكرونة، اهو اللي احنا عملناه ده يعتبر وصفة كبدة سريعة جدا. هاجي احط الطماطم المفرومة، البقدونس، نقلب الكلام ده كله تقليبة كده مع بعضه، واحنا بنكلم ام عمرو وبنشوف الخضار عمل ايه. يا ام عمرو اهلا وسهلا، ازيك؟ ازيك حبيبتي، اهلا بيكي، بحبك قوي والله العظيم. يا حبيبتي ربنا يخليكي يا جميلة، تسلمي يا روح قلبي. متابعاك ومتابعة كل العمل اللي بتعمليه. تسلمي لي يا حبيبتي، ده يشرفني والله، اهلا بيك. الله يخليك يا رب. لو سمحتي يا سارة، مورين، في عندي عرق لحم، تمام، عايزة اعمله بسطرمة بس نسيت العمايل بتاعتي. عايزة تعملي ايه؟ بعد بسطرمة. بسطرمة، حاضر يا حبيبة قلبي، اهلا وسهلا بيكي وتأمرينا. والحقيقه البسطرمه تستحق حلقه مننا، احنا عمرنا ما عملناها، يعني غلطه كبيره دي. اكتبي يا نور عندك ان احنا نعمل بسطرمه يوم. شكرا يا حبيبتي. شوحنا الخلطه اللي الفريك هيستوي فيها، وهنا الخضار ده تمام قوي كده، ثواني وهنشيله من على النار. التشويحه طبعا ممكن يتعمل ني في ني، ما عنديش اعتراض، ولكن مش هنكذب ان التشويح احلى بكتير. هحط الصلصه، لكن طبعا اللي الاسباب صحيه او اسباب دايت او اي حاجه عايز يعمله ني في ني مفيش مشكله خالص. وهنحط كمان المرقه، رشه السكر اللي هتظبط لنا الطعم جدا. هقلب كل ده مع بعضه. وهينزل الفريك يستوي فيه. هقلب تقليب تقليب تقليب، هلاقي الفريك محتاج شوية مية، هضيف مية سخنة حالا. طبعا الفريك لينا حرية ان احنا نسويه مهري خالص زي الريزوتو كده كريمي، وان احنا نخليه مفلفل، يعني حاجة ترجع لذوقكم، فانا هخليه وسط الحقيقة ما بين الاتنين. ضفت له شوية المية، هظبط الملح، اعتقد ان انا هحتاج حبه كمان، بس كده هقلب وهنغطي عليه يستوي زي سوى الرز بالظبط. شكرا جزيلا. طيب حاضر، حلو، الخضار ده خلاص كده اخد التشويحه بتاعته، هشيله من على النار وهستنى حضراتكم ترجعوا لي من فاصل صغير عشان نعمل البشاميل. مستنياكم. رجعنا من الفاصل، الفريك على النار، الخضار شلناه، ناقص البشاميل. تعالوا نعمل البشاميل مع بعض. حاطين حلتنا على النار،
بتسخن، ويلا الزبده والدقيق. الخضار ده احنا كنا ايه نسينا نحط له الثوم الشرايح، فهنحطه دلوقتي مش مشكله، بيديله بقى طعم فظيع. ان انا ما بيحبش الثوم مش هيحطه، ولكن انا بعشق الثوم، يعني انا ممكن استغنى عن البصل في حاجات كتير بس الثوم لا. تقليبه كده معايا على الحراره هيبقى كفايه، خصوصا ان الطبق ده لسه داخل الفرن فمش محتاجين اكتر من كده. ممتاز. يلا على البشاميل. محتاجين مضرب سلك، الزبدة والدقيق في الحلة، وعلى طول أول ما تسيح الزبدة هننزل لها الدقيق. اللي بنعمله دلوقتي اسمه رو، وهو خليط من مادة دهنية ومادة نشوية بيخلي السوائل أو الصوصات تربط أو تتماسك. وادي الزبدة هنقلبها مع الرو كويس لحد ما نبقى مش شايفين دقيق خالص. ممكن سنة من الزيت لو محتاجين، نطري بس الرو كده سنة صغيرة خالص. تشويحة من غير أي تغيير في اللون للدقيق، وهنبدأ نضيف السوائل تدريجيا. أنا حطاله شوية مرقة النهاردة هيديلها طعم رائع، هيدي للبشاميل طعم رائع. فهبدأ بشوية المرقة. عايزة أبص أطمن على الفخدة أخبارها إيه. يا سيدي يا سيدي تحفة، هوريها لكم كمان شوية شوية، وأوريها لكم شوية وأوريها لكم عشان بس ما ينفعش اسيبش البشاميل. قلبت الدقيق في المرقه، واقدر دلوقتي اضيف اللبن. هضيف اللبن تدريجيا واقلب. بالراحة كده عشان ايه ما بهدلش الدنيا، واطلعه بشاميل ناعم. ومظبوط. يلا دفعة كمان من اللبن. وناخد الدفعة الأخيرة بس كده يطلع ناعم وزي الفل. قبل ما أشغل نفسي بالتقليب المستمر أديله التوابل بتاعته. أوه كنا هنوقع الفلفل. رشة من الفلفل الأسود، في ناس بتتضايق من الفلفل الأسود في البشاميل، بيفضلوا فلفل أبيض مفيش مشكلة طبعا براحتكم. رشة من الملح ورشة من جوزة الطيب. تقليب. مستمر بقى خلاص بشاميل. مجرد ما يغلي هيوصل معانا للسمك المطلوب. تقدروا كمان طاجن الخضار ده تحطه على وشه اي جبن لو حابين، بس انا يعني ما حبيتش اتقل قوي بما ان في فخده ضاني فهي تقيله في حد ذاتها، مش محتاجين ايه اتقل من كده. هسيبه ثانيه كده والم الدنيا هنا. جوزة الطيب اهي، نجيب منديل وننظف مكاننا. نشتغل على نظافه، شيء مزعج جدا ان حد يكون بيشتغل في مكان مش نظيف. مزعج للي بيشتغل بالمناسبه يعني، فاحنا لما بننظف بننظف عشان نفسنا مش عشان حد. يلا في حاجه تانية ننظفها؟ لا تمام.
ناس بتتريق عليا ان انا بمسح طول اليوم، بس والله انا كده غصب عني، انا اسفه بس ما بقدرش. تعالوا شوفوا الفخ ده. ايه؟ ما بقدرش، ما بقدرش خالص. ايه؟ حاضر. بصوا المنظر، شايفين بقى اللون اللي على الوش ده؟ انا عايزه اللون ده. اللون ده معناه ان انا هاخد طعم تدخين وشوي تحت ملوش حل. فاحنا كده ماشيين زي الفل. ممكن لو حد حابب يغطيها براحته زي ما قلت، لكن انا شخصيا ما بحبش، ما بحبش اغطيها خالص. انا بحب تاخد اللون ده جدا كمان، وبيديني نتيجه رائعه جدا جدا جدا. ولا اشغل نفسي بقى واطلعها والفها وافتح عليها والحوارات دي كلها، هي طول الوقت كده. والناس بتستغرب بتقولي معقوله بتستوي كده؟ بتستوي. هنحسب بس دقيقه، هنحسب قصدي وقت السوى ب 45 دقيقه سوى لكل كيلو من اللحمه، وتطلع معانا مظبوطه وبتدوب من على العظم. والله لما تيجوا ترفعوا العظمه كده تلاقوها بتقع من عليها. وانا بقلب البشاميل هكلم مين يا نور؟ نجلاء. يا نجلاء اهلا بيكي. الو. ايوه يا نجلاء، عامله ايه؟ انا بحبك قوي يا شيف ساره. يا حبيبه قلبي اهلا بيكي، بحب اتفرج عليكي جدا، انت حد محترم، ربنا يخليكي. الله يعزك يا حبيبتي، انت اللي جميله. ممكن اديكي مريم بنت اختي تسلم عليكي؟ طبعا يا حبيبتي. ماشي اتفضلي. الو يا مريومه، عامله ايه؟ انت عامله ايه يا روحي؟ بحبك. وانا بحبك قوي. يا عيني التليفون قفل. ميرسي يا مريومه، انا بحبك قوي يا حبيبتي. تقليب مستمر للبشاميل وامورنا مستتبه. تعالوا برضو نبص بص على الفريك كده، حصل فيه ايه؟ الفريك بنعمله معامله الرز، هو لسه ما شربش السوائل بتاعته، وبالتالي انا سايبه النار عاليه، ولكن مفيش مشكله يعني ان انا اجي كده اديله تقليبه برضو، يعني اطمن ان الدنيا تحت مفيش مشكله، مفيش حاجه لزقت يعني. الصلصه بتطلطش، عندي ميتنج ما توسخنيش ارجوك. مكتوب عليا انا يا جماعه، اي عندي اجتماع بعد الشغل لازم اروح ريحتي اكل ومبقعه، يعني نفسي مره اروح ريحتي مش اكل ونظيفه كده، وما بلحقش اغير هدومي. فيعني ايه، يلا بس تعودنا بقى مع الايام والسنين على الهوا. انتوا عارفين انا بطلع هوا من سنه كام؟ بطلع هوا من سنه 2012، فيعني انا بقالي كده ايه، بقالي 8 سنين. والله فخلاص 8 سنين اتعودنا بقى الحركات، وتنقف باي زاويه علشان الحاجه ما تطرطش على وشنا وما تطرطش على لبسنا. بس طبعا بيحصل يعني برضو كوارث، بيحصل اكسيدنتس غصب عننا، بس خلاص اتعودنا. ناخد مدام كوثر على التليفون. يا مدام كوثر اهلا بيكي. فصل من 2012 يا نور، بطلع هوا كل يوم تخيلي ما عدا الويك اند. عمر فعلا، عمر بيجري، بس بيجري جميل الحمد لله. يا ربنا يديمها علينا يا حبيبي. نعمة العمل انك تصحى كل يوم عندك هدف وحاجة تعملها، دي نعمة كبيرة جدا ناس بتستهون بيها. وكله يقعد يشتكي من شغله ويشتكي من ظروف، طبعا كله بيقعد يشتكي من شغله، لكن لما بنقعد في البيت ايه اللي بيحصل يا نور؟ كله بيكتئب وكله بينسى كل سلبيات الشغل، ونبقى في عرض بس ان الشغل يرجع يوم. لما بيكون عندنا اجازه بنجدد هنا حاجه او كده، كله اكتئاب بقى، اللي هو لا انا عايز ارجع، مع ان طول الوقت الشغل تعبنا والشغل ضغط وقتنا والشغل عاملنا وعندي ما اعرفش ايه. لكن طبعا ما حدش بيقدر نعمه ان يبقى عنده هدف في الحياه غير ما يفقدها. هو الانسان كده عامه ما بيقدرش النعم غير ما يفقدها يعني. فمن احد الحاجات كل سنه كده انا بقعد اقيم السنه اللي عدت عليا، فمن تقييمي للسنه دي لقيت انها سنه جميله جدا الحمد لله. النعم فيها كانت كتير جدا عن الحاجات الوحشه اللي حصلت الحمد لله. وقررت ان انا في 2020 افكر نفسي بده اكتر، يعني لما يبقى فيه حاجات كويسه اركز عليها وافتكرها، وجبت حتى اجنده اكتبها فيها، عشان الواحد احيانا احنا بيبقى عندنا معرفش بطر كده او نمرضه، ممكن ننسى 100 حاجه حلوه مقابل حاجه وحشه بس حصلت لنا. فحلو ان الواحد يفكر نفسه مش وحش. هو انت مش راضي تغلي خالص يعني؟ انت البشاميل مطول معايا قوي ما اعرفش ليه، بس ما فيش مشكله براحته، احنا ورانا ايه؟ يلا نطلع فاصل اقعد اقلب فيه. يلا هنطلع فاصل صغير شويه، انا بقلب البشاميل ما بعملش حاجه تانية لحد ما ترجعوا لي، مستنياكم.
رجعنا من الفاصل وتعالوا نجمع طبق الخضار اللي بالبشاميل. طبعا احنا شوحنا الخضار بفكركم في الزبده برشه ملح وفلفل وسط الطيب، وجاهز معانا دلوقتي ان احنا نحطه في الطبق. هحط البشاميل الخضار اسفه، طبعا مش محتاجه ادهن الطبق ولا غيره، هو الخضار فيه زبدته وكل حاجه. هنزل كل الخضار حفرت في الطبق. البشاميل اخيرا رضى عنا وغلي يعني. عايزه اقول لكم انه اخذ البريك كله، ما اعرفش ماله، حارن مش عايز يغلي. وهناخد البشاميل الجميل ده نغرق بيه الخضار. البشاميل لما بيبقى كتير في الوصفه دي بيبقى حلو، مش حلو انه يبقى طبقه جامده كده على الوش، لا عايزينه كريمي وناعم وسايح كده في الخضار كله والخضار متشربه، بيبقى رائع يا جماعه. طبق جانبي وهمي يليق مع فراخ مشويه، يليق مع لحمه كده متشوحه كباب حله، يليق مع حاجات كتيره قوي، فاتمنى انكم تجربوه. يلا هدخله، عايزينه ياخد يعني وش، نشيل بس ده. وعشان ادخله انا عايزه اطلع الفخده، طبعا الفخده عشان بس نبقى واضحين يعني ما استوتش خالص، بس هي شكلها هيبان مستوي لكن هي مش مستويه، وانا مش محضره لها نسخه، انتوا عارفين انا ما بطقش النسخ على عيني يعني لما اعمل نسخ. انا عايزه اوريكم شكلها وده اللي يهمني، لكن طبعا احنا اتكلمنا عن وقت السوى بيتحسب ازاي وهاجي اتكلم تاني دلوقتي، عايزه اوريها لكم بس، لكن انا هرجعها الفرن بعد الحلقه. بصوا المنظر، علامات الشوي او اللون الغامق اللي انتوا شايفينه ده يا جماعه مرغوب جدا، وده طبعا حصل من التتبيله عشان فيها عسل كمان. ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاله من التدخين كده، بتخلي اللحمه من جوه طعمها فظيع. يعني حضراتكم لما تشيلوا الطبقه او لما تيجوا تقطعوا من جوه بقى بتبقى بصوا فظيعه. فده مش محروق، ده طبيعي جدا لان احنا مدخلين تتبيله فيها عسل الوقت كله، وانتوا شايفين اهو انا ما كملتش سواها اصلا وهي اخده اللون ده، لكن عشان بس اوريكم بعينكم علشان تبقوا عارفين وما تقلقوش، لان الناس انا عارفه اللي بيبقى بيعمل وصفه في البيت بيتخض، بالذات لما تبقى وصفه في عزومه او وصفه اول مره يعملها. بصوا يا جماعه، بصوا تحت عامل ازاي، اهو ابيض. مش حاجه خالص. تعالوا كده، طبعا مش المفروض اقطعها بس انا عايزه اوريكم. بصوا اللحم من جوه باين عندك يا حمدي، اهو شايفين اللون الفاتح خالص اللي طلع ده اللحم من جوه، فاللون اللي بره ده لا يمت الصله باللحمه عامله من جوه ازاي، لكن هو هيزود طعم، هيزود ريحه، هيظبط الدنيا خالص. عايزه اقدم الفخده دي، انا طبعا زي ما قلت لكم انا هقدم عادي جدا كأنها استوت، لكن هي ما استوتش، هي بتاخد وقت في الفرن زي ما اتفقنا، بنحسب حوالي 45 دقيقة من السوى لكل كيلو من اللحمة. يعني لو فخدتي 2 كيلو هتاخد على الأقل ساعة ونص. وده بقى هنا في نقطة مهمة جدا، درجة السوى اللي أنا عايزاها إيه؟ هل أنا عايزاها دايبة وسايحة خالص، ولا أنا عايزاها لأ ماسكة نفسها شوية؟ كل دي حاجات شخصية أنتوا اللي تقدروا تقرروا فيها. أنا مجهزة الصينية الكبيرة دي اقدم فيها، ولكن طبعا بعد الهواء ارجعها تكمل سوا عشان ايه ما تترميش، مش هنرمي فخده يعني حرام. ومجهزه لها شويه خضار كده على بطاطس مشويه على حاجات نزوق بيها داير ما يدور. يلا بينا نشيل الصينيه دي خالص، طبعا لو في اي جوس كده الجوس بتاع التتبيله والدهن بتاع الفخده نزلوه عليها بيدي لها طعم فظيع ما تتخلصوش منه. طبعا كل الدهن الابيض اللي كان في الفخده واحنا بنجهزها للسوى بيسيح، ما بيبقاش موجود اصلا
فمش هيضايقكم بعد كده، عشان في ناس بتقول هي بتبقى دهنيه قوي. هي بتبقى دهنيه ولكن نوع من الدهون بيسيح وبيطريها من غير ما يضايقنا ولا نضطر ناكله. الفريك انا بديله تقليبه بس عشان اطمن انه ما لزقش تحت، بالذات الفريك لما بيبقى فيه طماطم بيبقى فيه احتماليه كبيره ان هو يلزق. وهفتح عليه لان انا شايفاه استوى وفيه لسه شويه رطوبه، فانا عايزاها تروح. الفريك زي ما اتفقنا وبنتفق دايما، عندكم مطلق الحريه انكم تخلوه كريمي كده وماسك وطري او مفلفل. ولو مفلفل هنتعامل معاه معاملة الرز المصري، لو كريمي هنتعامل معاه معاملة الرز البسمتي. تمام؟ يعني لو انا عايزاه مفلفل كل كوباية فريك هحط لها كوباية مية او سائل يعني، لو عايزاه كريمي كل كوباية فريك هحط لها كوبايتين او كوباية ونص من السائل. الفخدة الحلوة دي عايزة اقدم معاها شوية خضار، عندي هنا شوية بطاطس مشوية. مين يا نور على التليفون؟ مدام هدى معانا على التليفون، نكلمها واحنا شغالين. يا مدام هدى اهلا بيكي. اهلا بيك يا حبيبتي، السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، منوره. الله يخليك يا حبيبتي. والنبي يا حبيبتي انا بس طالبه مساعده من حضرتكم. امورينا حبيبتي، ربنا يكفيكوا شر المرض يا رب. يا حبيبتي احنا وانتي، قولي انا مريضه سرطان. الف سلامه. واخده باخد معاش والدي، وعملت عليه قرض عشان عملت لبنتي عملية، كان عندها ورم في صدرها شلت والله. ودلوقتي بنك ناصر بياخد مني كل شهر 557، اتبقالي 430. تمام. وانا مأجرة مكان 800 غير الغاز والمية والنور، وانا دلوقتي المفصل بتاع رجلي الاثنين عايز يتغير، وعندي غضروف في العنق مأثر على دراعاتي، فانا ما بقدرش ان انا اشتغل تاني، انا قصيت ارمله. طيب يعني حضرتك محتاجه مساعده ماديه ولا مساعده في حاجه من دول؟ قولي لنا عشان اللي يسمعنا يعرف يساعد. انا محتاجه مساعده، يا سدوا لي الكارد ومعاشي يرجع لي تاني استرد واخد كل شهر المبلغ بتاعي. يا اللي عنده مساعده، اللي يقدر على حاجه يعملها معايا. طيب نور خلاص. هي نور الحقيقه يعني ايه اسرع واحده في التصرف في الحاجات دي، بتاخد الرقم على طول، ولو في حاجه نقدر نساعد بيها سواء احنا في القناه او بره عن طريق حد تواصل معانا على طول بنتواصل مع حضرتك. وحصل قبل كده يعني، ما بنقولش كلام بس والله. فربنا يعينك يا رب ويوسع عليكي ويبعد عنك اي حاجه وحشه، انت وبنتك وكل اللي بتحبيهم، وربنا يعمل اللي فيه الخير يا حبيبتي ويسهل لك الدنيا كده والامور. الف سلامه عليكي يا حبيبتي، يشفيكي ويعافيكي ان شاء الله. ايه دي الفخده قدمناها، طبعا قطعة كده ايه شو بيس كده في وسط السفرة، تتقطع تبقى رهيبة. بتلاقوا بقى من جوه اللحم دايب تماما. طيب في ناس بتقولي انا اعرف منين الفخدة استوت ولا لا؟ تعالوا بقى احنا عندنا اختبار عملي اهو عشان نعرف المعلومة دي. لما اقطع حتة كده صغيرة من الجنب تكون متدارية عشان ما تشوهش المنظر، واشوف المية اللي نازلة من جوه ازاي. بصوا كده معايا هنا، شايفين المية لونها محمر صح؟ مادام لونها محمر تبقى الفخده ما استوتش، لو لونها شفاف تبقى الفخده استوت. نفس الكلام اللي بقوله ده ينطبق على الفراخ وينطبق على الارانب وينطبق على البط. لو الميه معكره بلون وردي كده يبقى انا لسه عايزه سوى. لو ده طبعا الا في حاله الستيك، لان الستيك المفروض ناكله معكر وردي كده، هو ده الصح. لو لقينا ان الميه نازله شفافه يبقى خلاص كده هي استوت وزي الفل. فيعني دي طبعا زي ما انتوا شايفين الميه اللي طالعه منها معكره باللون الزهري او البامبي، فهي ما استوتش. واحنا اتفقنا ان دي انا بحب اوريكم بس الطبقه في البرنامج عشان بس نشوف طريقه التقديم ازاي ونشوف عملنا ايه، لكن هي طبعا هترجع الفرن لا يمكن في وقت الحلقه الساعه وربع هيكون استوت. وبيني وبينكم انا ما برضاش اعمل نسخ كتير بالذات في الحاجات الكبيره اللي زي دي، بحسه يعني ايه سفه شويه يعني، عشان نعمل حلقه اجيب فخدتين كاملين حرام يعني. فهو اصلا الفخده في حد ذاتها حاجه غاليه يعني، فمش محتاج كمان ان احنا نخليهم اتنين، لان في الاخر احنا برنامج طبخ. المهم ان الطريقه وصلت حضراتكم، كل المعلومات وصلت حضراتكم، فاتمنى ان انتم تتفهموا ده وتفهموا وجهه نظري فيه. يعني ما بعملش نسخه الا لو مثلا ايه زي امبارح كده لازم البروفيترول يكون برد علشان اعرف احشيه، فطبعا اللي هيطلع في الحلقه استحاله هيكون برد، ف
فانا مضطر اعمل نسخه في الحاله دي، بس ما عنديش مشكله ان انا اعمله. وبعدين في الاخر البروفيت رول هو شويه دقيق وميه وسكر وزبده، مش زي ان انا اروح اجيب فخدتين علشان نعمل حلقه واحده. فاحنا بنحاول نفيدكم باقل يعني طريقه ممكنه، مع ان للعلم يعني انا لو طلبت اثنين الانتاج هيجيبوا لي اثنين، ما فيش مشكله يعني، ما حدش هيقول لي لا يعني. بس هي ده حاجه شخصيه مني انا، ما بحبش كده. فاتمنى ان انتم تتفهموا ده معايا يعني. حتى لما عملنا الديك الرومي عملته على حلقتين مخصوص عشان ما اجيبش اثنين، مع ان ده عادي يعني، لو الطلب هيجي ما فيش مشكله. فاتمنى ان ما حدش بس يتضايق من ده ويفهم وجهه نظري ايه فيه. ادي كده الفخده الحلوه. عايزين نجيب للفخده دي الطاجن والرز. ايه انا كنت هختم، عايزه اقول خلاص انا مرضيه كده، الفخده اتحطت. بالظبط، نسيت ان في حاجات جنبها. الفريك انا عاملاه النهارده كريمي 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 مش مفلفل، وطالع تحفه. يلا بينا نقدم الفريك. طبق حلو كده زيه، يلا بينا. ليكم مطلق الحريه تنشفوه بقى خالص او تسيبوا له شويه صوص. شايفين انا عاملاه زي الريزوتو، كريمي جدا، ودي زي ما قلنا باختياركم. يا فريكي فريكي حلو قوي. فين المغرفه؟ ماشي سباتشولا وخلاص. هوزعه في الطبق. الله 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 يا جماعه، الفريك ده حبيبي. عايزه اقول لكم انا ممكن استغنى عن الرز تماما واعيش على الفريك، ما عنديش مشكله، وهبقى سعيده جدا. ما انا بقول لك انا ممكن استغنى عن الفريك واعيش على استغنى عن الرز واعيش على الفريك، ما عنديش اي اعتراض على ده. جميل الفريك، وبيعمل شوربه وبيعمل رز وبيعمل بالخلطه، يعني متعدد كده الاستخدامات، ومرن ولذيذ وحبوب. زودنا سواه بيطلع حلو، ونقصنا سواه بيطلع حلو، مهاوت كده يعني. الرز لو زودنا سواه مش هيتاكل، لكن الفريك لا عادي هيتاكل. هنحط على الوش شويه مكسرات حلوين كده. وانا عايزه اقول لكم ان انا النهارده معرفش ايه تقريبا يعني، بحاول يعني ان انا اعمل لكم سفره غنيه بقدر الامكان. فهتلاقوا ان المكسرات مخلوط معاها فول سوداني، فده بيوفر، بيدي كميه اكتر وبيوفر لي جدا، وطعمه تحفه، فليه لا؟ عايزه انا سفرتكم شيك من غير ما نبقى دافعين ارقام خياليه. هندفع طبعا كتير يعني في شويه يعني، حبه كده في الفخده، ولكن نعوض بقى من حاجات تانيه عشان في الاخر يبقى سفرتنا محترمه. يلا التوفير يا جماعة، أنا بس عايزة أقول يعني التوفير أو مراعاة المصاريف ملوش علاقة بأنا معايا كام خالص. أنا ممكن أقدر أجيب أغلى حاجة في الدنيا، ولكن ده مش معناه إن أنا لازم كل يوم أجيب أغلى حاجة في الدنيا. ممكن أدلع نفسي مرة، ممكن يوم مرة تانية أخد بالي. مش معنى إن الواحد يقدر إنه يكون سفيه يعني، السفه مش حاجة لطيفة خالص. وأنا من مدرسة إيه، اخشى وشنو، اخشى وشنو فان النعمه زائله. مش معنى ان النعمه عندنا دلوقتي ان هي ممكن تكون عندنا بكره، ممكن ما تكونش موجوده بكره، فنعمل حساب كده. وبحس ان ربنا بيبارك اكتر للحد اللي بيفكر كده يعني، عن الحد اللي مسرف على طول. طبعا الاسراف ملوش علاقه بالكرم، لازم نبقى كرمة مع اهل بيتنا، لازم نبقى كرمة مع ضيوفنا، لازم نبقى كرمة مع اي حد نقدر نكرمه. الحقيقه الكرم صفه جميله جميله جميله، وبتوسع رزق صاحبها. بس ده مش معناه اني ابقى سفيه، في فرق كبير جدا بين الكرم والسفه. طاجن الخضار، زمان الخضار طبعا كمل سواه في البشاميل ده، فانتم متخيلين الطعم هيبقى ازاي. اعتقد وجبتنا النهارده عزومه محترمه تليق بالاعياد. كل سنه وكل اقباط مصر بخير يا رب. ويعيني محرومين من اللحمه بقالهم كتير، فقلت ادخل عليهم بالفخده النهارده، وايه ويبقى يوم دلع كده. يا رب يكون الاكل عجبكم، يا رب يكون السفره فكرتها عجبتكم. انا بحاول اجدد دايما في السفرات عشان العزومات ما تبقاش مكرره، وكده نتبسط كلنا. وبعدين الواحد بصراحه لما
يعني انا بلاحظ رياكشن اي حد اعزمه سفره عاديه تقليديه من اللي كلنا عارفينها، وبين اني اعزم حد على سفره لا جديده كده وفيها فكره، لا الرياكشن بيكون حاجه، الرياكشن بيكون حاجه تانية. انا خلصت خلاص يا حمدي، انا بنظف بس عشان تختم كده والاستوديو نضيف. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم ويا رب تكون فادتكم. كل سنه وكل اقباط مصر بخير، كل سنه وكل مصر بخير، وكل عيد واحنا سوا يا رب بنعمل احلى اكل عشان نحتفل ونتجمع عليه. اشوفكم على خير بكره في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. مع السلامه.